وإلى بريطانيا، حيث بدأ الشعور بالوحدة والكآبة يأخذ حيزاً مهماً أكثر منه في سائر دول العالم، وذلك بعدما صرحت الحكومة البريطانية عن تكليفها لتراسي كراوتش كوزيرة للتعامل مع مشكلة الوحدة التي يعانيها الملايين في البلاد. ومن جهتها أعربت الوزيرة عن فخرها بتحمل هذه المسؤولية والاهتمام بالقضية التي تعد تحدياً ممتداً عبر أجيال وتطال أكثر من 9 ملايين شخص في بريطانيا. يذكر أن تقريراً صدر العام الماضي أثبت أن الوحدة تضر بالصحة تماماً كما يضر تدخين 15 سيجارة يومياً. وتشير الدراسات إلى أن حوالي نصف الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاماً يعيشون وحدهم، وقد تمر عليهم أيام وأسابيع من دون أي تواصل اجتماعي لهم على الإطلاق.